الأوضاع المأساوية في قطاع غزة تصل مرحلة المقابر الجماعية. قاعدين بالخيمة نزلت علينا قطيفة. استشهدوا بنات ابن تنتين أخويا وبنت ابن عمي. لا مكان لدفن الجثث في غزة، فالمقابر امتلأت مع عدد الضحايا الكبير، ولم يكن هناك خيار أمام السكان هنا بمدينة رفح جنوب القطاع سوى دفن أحبتهم في مقبرة جماعية. أنا حابب أدفنهم في قبر كل واحد لحال، لكن كثرة الشهداء والمصاب الجلل أدى لدفنهم في قبر جماعي. غزة تشهد قصفاً متواصلاً للشهر الرابع على التوالي، راح ضحيته أكثر من 25,300 قتيل. متطوعون قاموا بإعادة فتح غرف قديمة تحت الأرض تسمى الفساقي، عمرها عشرات السنين، على أمل إيجاد مكان لدفن ضحايا القصف. الفسقية إذا أجا كم من عيلة فيها بنفس البينة بأطفال، حط على جنب أطفال يمين شمال، إذا ظل فيها وسع بنخليها أكثر من يومين، مقدرش لأنها بتطلع الريحة أكثر، عقد يومين بنسكرها. ومنذ بدء القصف الإسرائيلي على القطاع حفرت العديد من المقابر الجماعية، المئات دفنوا سوياً، فيما وضعت عائلات بالكفن نفسه أيضاً.